يوم يعني أولادك أغاني. نسرين أولادك يعني بيسألوا عن الأصوات، بيسألوا عن الحرب أي متى بدها تخلص، المدارس ما فتحت السنة الماضية بالجنوب، والسنة كمان يعني مدارس لبنان كلها مقفلة حاليا. شو بتقولي لأولادك؟ هلا اول فتره الاولاد كانوا كثير يخافوا، بعدين خلص تعودوا على الموضوع. اكيد كانوا اونلاين السنه الماضيه كلها، وهيدي السنه شكلها كمان حتكون اونلاين. تعودوا على صوت الصواريخ، صاروا يسالوا وين طبت، لوين راحت، في حدا مات، مين مات. هلا صاروا يسالوا، الحرب صارت على كل لبنان، قلنا لهم ايه وين ما كان صار الحرب، ما بقى في امان يعني ننزل على بيروت، الافضل نبقى هون بالضيعه. وهيك هالولاد اتعودت، وهالشكل بوجهك حكي صار اليوم مثل نسرين، بوجهك نسرين كأم اليوم انه اولادك يكونوا تعودوا على اصوات القصف، على اصوات القذائف، يكونوا تعودوا على كلمة مين مات ومين انقتل، وين نزلت القذيفة، بزعلك هيدا كأم؟ يعني اليوم شو موقفك انت كأم لما بتسمع اولادك صاروا عندهم خبرة بهول المواضيع وبيحكوا فيها؟ يعني صراحة هيدا واقع صرنا عايشينه، ما بقى فينا نتهرب منه. هلا أكيد نحن بنزعل إنه هالولاد بدل ما تربى بأمان، بدل ما يربوا يروحوا على المدارس ويعيشوا بأمان وسلام مثلهم مثل أي ولد، مثل بأي حق كل إنسان يعيش بأمان وسلام ما يكون في حرب، بس شي وانفرض علينا بدهم يتعودوا. يعني هيدا واقع مش قادرين نهرب منه ولا قادرين إنه نغيره، فبدنا نتعايش معه. وبنعمة الله يعني لحد هلا بعد ما تأذينا ما فلينا من بيوتنا، ما صار عندنا شيء. كرمال هيك يعني ما في غير حل، بدهم يتعودوا. بنزعل بنزعل أكيد، بس إنه هيدا الشيء عم يتعودوا عليه وتعودوا عليه، وإن شاء الله يا رب هالأزمة فترة صغيرة وبتمرق، لأنه إذا بتطول يعني مستقبل لأولادنا ما بقى فيه. ما بتعرف الزمن شو مخبي لك لقدام، بالرغم من كل الظروف اللي قطعنا فيها. نحن شعب هون بالجنوب، يعني نحن قضيع هون، ما عندنا سلاح نمسكه، ما عندنا صواريخ، ما عندنا شيء نحارب فيه. إيماننا القوي بيسوع المسيح كخشبة خلاص أخيرة لإلنا، هيدي يلي عم تضمت أهل الضيعة وعم تخلينا نضل عايشين ومتكمشين. نحن إيماننا كثير قوي وأكثر ما أي حدا بيتصور. بالنهاية ما في إلا سيد هو المسيح، إيماننا فيه كتير قوي، وتنوصل على قيامة ما نمشي على درب الجلجلة، كلنا حاملين هالصليب وماشيين فيه، وقيمتين ربنا بيخلصنا نحن ناطرين. من هيك بنقول نحن أبناء الرجاء والقيامة، نحن كتير متكمشين بإيماننا المسيحي، وهيدا الشيء اللي بخلينا نضل عايشين بهيدي الأرض. ما رح نترك أرضنا ولا كنايسنا ولا رح نترك هالبلد أبدا، نحن خلقنا هون ورح نموت هون، وهيدا هو إيماننا بهالوطن وإيماننا بالله أكيد أول شيء.